يا لو حاف الزبل قال لها خش من البنوك يا لو حاف الزبل عيطات لي قالت لي دير الحل مع البنت قال لها نديرو الكورطاج حنا باقيين صغار لهادشي صافي يا هذيك مشى المحاكم طلعها بطلها بتصورت من النواب ليش كديري لولدك المحامي وديري ليه عارفه داكشي اللي كقصه لي بيني وبين وعارفه اللي كنكون معكم في الدار وهي براسها خدمتني في الدير وانا حامله تحرش مقابل فلوس يعني ديري معايا نعطيك يمكن شي حاجه فابو انا في سبيل الله تحرش فين مشيتي يعني كنشوفو بنت عند والده بنت ما عندهاش الراجل ومعليش خوتها دراري ومعليش العائله يعني شنو اكثريه في الزنقه تحرش بنتي فاطمه الزهراء الشهبي قصتي مع بنتي انا ام عازب اني تعبت هذا الانسان ولدت يعني ما وقفش معايا دوست المحاكم طلبوا يلا دي ان في المحكمه ما لقاش لي وقف معايا في المحكمه كبرت بنتي واخا ما كانت تقول لي ما بقيتش باغا ديك البنت يعني لوحيها ديري كورطاج ديري شي حاجه يا هذيك انا بنتي ما قدرتش اللوحه صافي كتاب مكتب ما قدرتش اللوحه يعني ماشي غندير الذنب مع الله ونزيد ذنب واحد اخر ما قدرتش يا هذيك يعني بحال اللي استغني يعني ملي كنشوف نقطه ديال الضعف ديال الوالدين ما عندكش اللي يوقف معاك في جنبك يعني صافي مدخل داركم ما عرف شنو كان كنا عايشين عادي قبل ما تكون قمر كنت عادي يعني كنا مخطوبين ديك الساعه كنا كنخرجوا بجوج كنت خدامه كيجي عندي الخدمه النهار اللي حملت صافي السيد تقلب بوحديتو يعني جا كيجي لدارنا داني لدارهم يعني شاف كلشي شاف با كيفاش داير با مريض مرض عقلاني شاف الام ديالي مرا كبيره ما عندي العائله حتى شي حاجه صافي بقى غادي نجي بحال نهار اللي حملت قلت لهم هادي انا حامله قال لي ديري كورطاج وانا مابقيتش ندير كورطاج نهار اللي حملت قلتها لامي قلت لها انا حامله عيطات لي قالت لي دير الحل مع البنت قال لها نديرو الكورطاج حنا باقيين صغار لهادشي صافي يا هذيك مشينا للمحاكم طلعها بطلها بتصورت من والو صافي نهار اللي ولدت بنتي كانت با امي هما اللي هزوني يعني ما هزني حتى شي حد من غيرهم كنت معاه كنت عندي 6 شهور يعني صافي 6 شهور كنجي كتبان صافي السيد داك كيتهرب تما وصلنا للمحكمة عادت لي مو محامي حيت خوه يطنب الجندار حيت حنا ما عندناش صافي يا هذيك تقول لي داكشي بينك وبينه ملي انا بينو بينك ليش كديري لولدك المحامي وديري ليه عارفه داكشي اللي كقصه لي بينو وبينه وعارفه اللي كنكون معكم في الدار وهي براسها خدمتني في الدار وانا حامله انا ما باغا منها شي حاجه انا بغيت غير البنت بغيت غير بنتي ما تكبش ديك واخا عندي شويه معصبه بحال تعقدات ليا الظروف اللي ولدت فيها قمر كانت صعيبه عليا بزاف يعني ما حمدي الاب ديالي اللي هو معاق الهضره ديالو هضرتو العائله ديال العائله في طنجة ما تقبلوهاش يعني انا ما كاينش اللي كيجي يقول لك فاطمه الزهراء واش نوقف معاك ولا ما نوقفش معاك لا تقول له حاف الزبل قال يلا خش من البلوغ قال له حاف الزبل وانا بنتي عارفه كلشي ما مربياش على الكذوب كل حاجه معوده لها بطرف بطرف واش هادشي اللي كنعاود ليها واش هي ما خلاهاش تقرا واش خلاها متعصب بحال هكاك كندير المستحيل لو داي عمر بنت 2015 8 في شهر 1 عندها هذا العام بيت الاول صحتها نقول لك نقول الحمد لله يعني اختها دير عمليه يعني الحلاقه ما عندها عندها ميكروب هي من داك النوع اللي من داك النوع اللي مثلا ما كتعرفش تلعب مع الدراري الصغار فهمتي خصها تبقى دابز هنا ودابز هنا داكشي اللي عندها دخل كتبقى تخرجهم في الدراري الصغار ما عرفتش انا بغيت غير اللي يعاوني نعرف بنتي مالها بحال هكا يعني حتى الزنقه انا حرمه من الزنقه ما كتخرجش يعني الزنقه راه ما كتخرجش حيت كنخاف عليها بزاف يا غير الدار التحرش فين مشيتي يعني كنشوفو بنت
عند والده بنت ما عندهاش الراجل وما عندهاش خوتها دراري وما عندهاش العائله، يعني شنو اكثريه في الزنقه. التحرش مقابل فلوس، يعني ديري معايا نعطيك، يمكن شي حاجه فابور ولا لا في سبيل الله. يعني التحرش في مجال كاين التحرش، معايا بنتو كاين التحرش. ما مزياناش المجتمع، حيت ديما كنفكر بحال هكا، يعني ما عندوش شي تفكير. انا نقول صافي هذاك كتب، المكتب راه خايبه. لا، حيت انا ما زدتش انا هكا، يعني حيت ديك كنلقيت اللي عندي سانق، عندي الاب، عندي بالعقل ديالو غيجرني في المراهقه وغيوعيني، ما نلقاش في هذا الشيء. حيت ديما فين واصله انايا، كسوتها المرض ديالها، الدواء ديالها، يعني حتى الفراش الاخر ما عندهاش بلاش تنعس. يعني يعني في الشهر قطرة عليها كتنعس هنا، كتجبد فرش مقابلة مع التلفازة، يعني ملي كتقطع على الشهر كندخل عند الاخر وتنعس. يعني كتقولي ماما ما عنديش هادي، ماما خصني هادي، تنقولها واخا ان شاء الله، واخا ان شاء الله. يعني شنو ما عندي ما ندير، انا بغيت غير اللي يعاونني فيها، ما بغيش الفلوس، انا بغيت غير اللي يعاونني فيها غير في قرايتها وفي لبسها والمصاريف ديالها، صافي هادشي اللي خاص قليل. الحمد لله نجي هنا، كاين جوج ديال الناس هنايا في العواشر كيعطوني اللي قسم الله، صافي هما اللي كاينين. ديك جمعيه دير يدي في يدي، كتبت لي الحولي هاد العام، اول عام كنعيد لبنتي، هو هاد العام هذا اللي داز عيدت ليها، هذا اول عام اللي عيدت لها فرحات وجابت لي المونه ديالي. لا انا بدلت النمره، بدلت التليفون باش ما نتواصلش معاه، باش هي ما تتواصل معاه، حيت اصلا انت نقول لها قمر تهضري مع باك، كتقولي عندي با واحد هو سي محمد هو اللي رباني وجدها. لا حيت حاشاك الدفله ملي كتخرج من فمها ما كترجعش. لا لا نهائيا، لا شي بنتي دابا سولها وتقول هي تجاوبك، هي تجاوبك، بغا يشوفها يشوفها على البعد. انا رسالتي للمسؤولين ديال الامهات العزيبات، بغيت لي يوقف معايا، يوقف مع بنتي. انا باغا لا فلوس لا حتى شي حاجه، بغيت يوقف لي غير مع بنتي تعيش مرتاحه. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.